I'm here at the American University in Cairo downtown campus to attend a roundtable discussion on women after the revolution in Cairo. The discussion will hold three main topics: women in the constitution, women in the parliament, and sexual harassment. Let's see how that's going to go. هي not good enough، مش كويسة، ما تقدرش تعمل
مراكز معينه ما تقدرش تبقى في ليدرشيب بوزيشن او في مواقف قياديه. البنت بتمتص هذا. عشان كده انا ما بتكلم على البرزنتيشن او يعني بس في اللجنه الدستوريه كان قصدي ان الست تبقى المصنعه من التفكير ان ده حقي. انا ليا كيان، ليا صوت، انا مختلفه، انا ليا حق في البلد. نبص هنا على القوه السياسيه بقى اللي زي ما بقول حضرتك بتصدع واخده طول النهار بفكره الاسلاميين والقوى الفرعونيه اللي هتعمل وتساوي فينا. انتوا بقى في دور يعني الاحزاب المسميه مثلا اللي هي الليبراليه والليبراليه، كم عدد النساء المرشحات ووضعهم في القوائم الانتخابيه؟ فكره ان احنا نجيب السيده استاذه الجامعه الليبراليه او اليساريه ده جيت كده، وعشان كده الناس ما استطاعتش وما بتشوفش تمثيل، ما بتشوفش حد شبهها. يعني برضه تاني جزء من المشروع والقوى الليبراليه والمدنيه كانوا بيتريقوا قوي على شكل النساء اللي دخلوا القرارات اللي فاتت. وكأن هناك يعني نوع من العمى الشديد ان هؤلاء النساء شبه ثلاث ارباع انساء المصريات واكثر شبه فيهم من حد مثلا شكلي انا. وبالتالي هنا فكره تمثيل النساء داخل القوى السياسية الأول مهم جدا عشان نقدر بعد كده نعكسه كده في هو جزء من صراع اجتماعي وبالتأكيد زاد في السنين اللي فاتت قبل ما يبقى فيه مظاهرات سياسية كان في تعرض سياسي، قصدي أقول لك إن ده سياسي. علشان المعارضة يبقى لها مصداقية في الشارع لازم نبقى بنشوف الحاجات الموضوعية ومش بندعي، بمعنى التصور بتاع إن هو صعود الإسلاميين هيسبب ردة لحقوق النساء. وكأن احنا كنا عايشين في النرويج قبل كده. يعني وكأن الظواهر اللي بنتكلم عليها دي ظواهر جديدة، كأن التحرش والحاجة اللي حضرتك دي حاجة ما شفناهاش قبل كده مش موجودة دلوقتي. وكأن التمثيل الواطي، التمثيل السياسي الواطي ده برضه حاجة ما كناش نعرفها، واحنا عادة الست بتبقى عندنا رئيس الجمهورية، بس هما هيرجعونا البيت ويحبوا. يعني ما نتكلم بجد يا جماعة، احنا ما كناش كلنا عايشين كده مع بعض. حقوق النساء في الاحوال الشخصيه، حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه، كل دي كانت فين قبل صعود الاسلاميين؟ طبعا صعود الاسلاميين ما زقش في هذه الحقوق خطوه للامام كما لم يدفع حقوق اخرى لقطاعات اخرى وليس فقط النساء. هل الثوره حسب للمراه في كلمه واحده اه او لا؟ في رايي صعب ان احنا نتحدث عن المراه كشيء مطلق، في نساء مختلفات في المجتمع المصري زي اي مجتمع، نساء متعلمات، ظروف نساء غير متعلمات، الفقيرات غير الجايين في طبقه اجتماعيه مختلفه، التعول غير مش التعول، صعب نقول اه او لا، او لان كمان الصراع لن ينتهي بعد. طبعا هي بتدي صوت للمراه، لكن احنا لازم نحترم ان احنا عايزين يعني سنين وسنين وسنين، مش بس ثوره عشان المجتمع غير نظرته الدونيه للمراه. المشكله ان احنا بنركز على والهجوم على مجموعات من النساء ولا نركز بالقدر الكافي على اشكال المقاومه الظاهره في المجتمع مع الثوره لاي رده على حقوق النساء. المراه يوسف هو الذي يحاول او تعتقد انه يستطيع هزيمتها. Equality between all people is a major call needed all around the world because despite different ages, genders, or even races, we are all in the end human beings. From the AUC Tahrir campus, Nour Houssien for GB Times.